بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 30. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونصوص الكتاب والسنة متظاهرة بأن الله أمرنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه في كل مكان، فهذا مما اتفق عليه المسلمون. وكذلك رغبنا وحظنا في الحديث الصحيح على أن نسأل الله له الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه مقاماً محموداً الذي وعده. فهذه الوسيلة التي شرع لنا أن نسألها الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا في معرض الرد على الذين يأتون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون: جئنا لنصلي عليه، لأن الله أمرنا أن نصلي ونسلم عليه. ويظنون أن الصلاة والسلام عليه عند القبر لها مزية، وهذا أمر لا أصل له. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه سلموا تسليما، ولم يقل ايتوا إليه حيا أو ميتا واحضروا عنده أو عند قبره، صلوا عليه وسلموا تسليما، بل أمر أمرا مطلقا، لأن تردد عليه على القبر وسيلة إلى الشرك والغلو. ولو كان بحجة الصلاة والسلام عليه، والصلاة والسلام عليه يحصلان في أي مكان، والله قد وسع هذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، في أي مكان. الحمد لله أن هذا واضح ولا حجة لهم فيه، وهذا أسلم من الغلو واتخاذ قبره عيدا يعتاد تردد عليه. فهذه شبهة وضح الله حكمها ووضحها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالآية ليس فيها تقييد عند القبر، والرسول صرح بهذا، قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم من المشرق والمغرب. ولهذا قال حفيده علي بن الحسين: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. قال للذي جاء ويتردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن هذا التردد، قال: وسلم عليه. فروى له الحديث وقال له: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني بالمغرب. فلا مزية لمن صلى عليه قريبا من قبره أو بعيدا عن قبره، وكل ذلك يبلغه صلى الله عليه وسلم. وأما الوسيلة فقد سبق الكلام فيها. الوسيلة يراد بها الأعمال الصالحة والعبادة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. ف
فالوسيلة هي التقرب إلى الله بالعبادة، وليست الوسيلة ما يقوله الخرافيون أنك تجعل بينك وبين الله واسطة من الخلق في قضاء حوائجك، هذه خرافة لا أصل لها. الوسيلة هي التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة والعبادة، هذه هي الوسيلة المقربة من الله. ولم يشرع الله ولا رسوله أننا نجعل بيننا وبين الله واسطة في قبول الدعاء وطلب الحوائج، والله جل وعلا قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هو بحاجة إلى أن يبلغ الدعاء كالمخلوق الذي لا يدري فيبلغ حاجة الناس، لا، الله جل وعلا قريب مجيب، لا حاجة إلى اتخاذ الوسائط في الدعاء. فهذا شيء مما افتراه المشركون من قبل، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني وسائط. وفي الآية الأخرى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذه الوسائط. قد أنكر الله عليهم ذلك ونزه نفسه عنه وأخبر أنه كذب، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إذن فالوسيلة بمعنى اتخاذ واسطة من الخلق بين الداعي وبين ربه، هذا أمر باطل ولا أصل له. وتطلق الوسيلة أيضا ويراد بها منزلة في الجنة، منزلة في الجنة. لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح أو لعبد من عباد الله، لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله. قال صلى الله عليه وسلم: وأرجو أن أكون هو. فإذا أجاب المسلم المؤذن وقال مثل ما يقول، ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، هات محمدا الوسيلة والفضيلة، فإن من سأل الله له الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة. فالوسيلة تطلق ويراد بها منزلة في الجنة. وشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطلبها له، وندعو أن الله يعطيه إياها، لننال بذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك رغبنا وحظنا في الحديث الصحيح على أن نسأل الله له الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. فهذه الوسيلة التي شرع لنا أن نسألها الله تعالى، كما شرع لنا أن نصلي عليه ونسلم عليه، هي حق له، كما أن الصلاة عليه والسلام حق له صلى الله عليه وسلم. له صلى الله عليه وسلم حقوق على أمته، منها محبته صلى الله عليه وسلم، ومنها اتباعه عليه الصلاة والسلام، ومنها تصديقه فيما أخبر، ومنها الصلاة والسلام عليه، ومنها أن نسأل الله له الوسيلة.
له حقوق كثيرة عليه الصلاة والسلام. نعم. والوسيلة التي أمرنا الله أن نبتغيها إليه هي التقرب إلى الله بطاعته. التي أمرنا الله أن نبتغيها إليه في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي الطاعة، لا كما يقول الخرافيون ابتغوا إليه الوسيلة أي اجعلوا بينكم وبينه واسطة من الخلق، هذا قول مبتدع وكذب على الله سبحانه وعلى رسوله. نعم. والوسيلة التي أمرنا الله أن نبتغيها إليه هي التقرب إلى الله بطاعته، وهذا يدخل فيه كل ما أمرنا الله به ورسوله. وهذه الوسيلة كل ما أمر الله به ورسوله فهو وسيلة إلى الله سبحانه. نعم. وهذه الوسيلة لا طريق لنا إليها إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان به وطاعته، لا باتخاذ وسائط بيننا وبينه، وإنما بطاعته واتباع رسوله وعبادته وحده لا شريك له. هذه الوسيلة التي أمر الله أن نتخذها. نعم. وهذه الوسيلة لا طريق لنا إليها إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان به وطاعته، وهذا التوسل به فرض على كل أحد. نعم، هذه الوسيلة فرض، لأن عبادة الله وفعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله هذا فرض، فهي وسيلة مفروضة على العباد. نعم. وأما التوسل بدعائه وشفاعته كما يسأله الناس يوم القيامة أن يشفع لهم، وكما كان الصحابة يتوسلون بشفاعته في الاستسقاء وغيره، مثل توسل الأعمى بدعائه حتى رد الله عليه بصره بدعائه وشفاعته، فهذا نوع ثالث. هو نوع ثالث من أنواع الوسيلة، وهو طلب الدعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ومن غيره من الصالحين، تطلب أن يدعو الله لك أو للمسلمين، هذا من أنواع الوسيلة المشروعة. قد كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم بالمطر والأعمى الذي جاءه كما يأتي، جاءه طلب من الرسول أن يدعو الله أن يرد عليه بصره، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فرد الله عليه بصره، هذا توسل بدعاء الصالحين وهو مشروع سواء كان الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من أتباعه. نعم. مثل توسل الأعمى بدعائه حتى رد الله عليه بصره بدعائه وشفاعته، فهذا نوع ثالث هو من باب قبول الله دعاءه وشفاعته لكرامته عليه. نعم، وهذا طلب الدعاء من الصالحين هذا من باب الشفاعة، هذا من باب الشفاعة عند الله لدعائه لا للمحتاجين، وهذا أمر مشروع لكنه في حق الأحياء لا في حق الأموات، فالأموات لا يطلب منهم دعاء بل هم بحاجة إلى أن يدعى لهم، فكيف يطلب منهم أن يدعو للأحياء؟ هذا من الانتكاس. والدعاء عبادة وعمل، والميت إذا مات انقطع عمله، لا دعاء ولا غيره، فكيف يطلب منه وقد انقطع عمله؟ إنما الميت هو الذي بحاجة إلى دعاء الحي له. نعم. فمن شفع له الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا له فهو بخلاف من لم يدعو ولم يشفع به. أي نعم، من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فإنه شفع له فإنه أحسن حالا ممن لم يدعو له الرسول ولم يشفع له.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مجاب الدعاء ومجاب الشفاعة. نعم. ولكن بعض الناس ظن أن توسل الصحابة به كان بمعنى أنهم يقسمون به ويسألون به. لكن بعض الناس يظنون أن التوسل بالرسول معناه توسل بذاته، توسل بذاته عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر باطل، لأن التوسل بالمخلوق إلى الخالق إقسام وحلف على الله بالمخلوق، لأن الباء باء القسم. فإذا قلت أسألك بنبيك أو بفلان، أي أقسم عليك يا الله بعبدك فلان، وهذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يقسم، المخلوق لا يخلف به مطلق، لا بين الخلق ولا مع الله، لا يجوز الحلف بالمخلوق. من حلف بغير الله قد كفر أو أشرك، سواء حلفت به على الله أو حلفت به على الناس، لا يجوز الحلف بالمخلوق. فهم يقولون أن المراد بالتوسل بالرسول ما هو بالتوسل بدعائه، توسل بذاته، وهذا أمر باطل، وهذا معناه الإقسام على الله بمخلوق، وهذا لا يجوز. قالوا وإذا كان المقصود التوسل بذاته فلا فرق بين حياته وموته. لما قيل لهم توسل بدعائه هذا في حياته، وأما بعد موته فلا يمكن، عدلوا إلى طريق آخر، قالوا المقصود التوسل بذاته ولا فرق بين حياته وموته. نقول لهم هذا أمر باطل، لأنه لا يسأل الله بمخلوق أبدا، لا يسأل الله بمخلوق. نعم. ولكن بعض الناس ظن أن توسل الصحابة به كان بمعنى أنهم يقسمون به ويسألون به، فظن هذا مشروعا مطلقا لكل أحد في حياته ومماته. هذا غلط. نعم. وظنوا أن هذا مشروع في حق الأنبياء والملائكة، بل وفي الصالحين وفي من يظن فيه الصلاح وإن لم يكن صالحا في نفس الأمر. يعني إذا كان المراد بالتوسل توسل بالذات فلا فرق بين الحي والميت، وهذا أمر لم يعرف ولم يعهد عن الصحابة، إنما كان الصحابة يتوسلون بالدعاء بدعاء الصالحين لا بذواتهم، توسلون بدعائهم. ولهذا قال عمر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس فادعو. فبين المقصود هو الدعاء، ادعو، هذا هو المقصود بالتوسل بالصالحين، يعني بدعائهم لا بذواتهم، بدعائهم لا بذواتهم. نعم. وليس في الأحاديث المرفوعة في ذلك حديث في شيء من دواوين المسلمين التي يعتمد عليها في الأحاديث، لا في الصحيحين ولا في كتب السنن ولا المسانيد المعتمدة كمسند الإمام أحمد وغيره. لا دليل على التوسل بذات المخلوق، نبيا كان أو غير، أو ملكا أو عبدا صالحا، ليس فيه دليل على التوسل بالذات بذات المخلوق. لا يوجد شيء في دواوين السنة المعتبرة كالصحاح والمسانيد والسنن، لا يوجد فيها شيء من هذا، التوسل بذوات المخلوقين إلى الله سبحانه وتعالى، وما روي من ذلك فهذا لا يوجد في كتب السنة المعتبرة. قد يوجد في بعض الكتب غير المعتبرة، هذه لا قيمة لها، كما يأتي من توسل آدم بمحمد
كما يزعمون، هذا ما هو معتبر هذا. نعم. وإنما يوجد في الكتب التي عرف أن فيها كثيرا من الأحاديث الموضوعة المكتوبة التي يختلقها الكذابون. نعم، وهذه لا عبرة بها، هذه كتب غير معتبرة. نعم. بخلاف من قد يغلط في الحديث ولا يتعمد الكذب، فإن هؤلاء توجد الرواية عنهم في السنن ومسند الإمام أحمد ونحوه، بخلاف من يتعمد الكذب فإن أحمد لم يروي في مسنده عن أحد من هؤلاء. نعم، قد يقول قائل أنه يوجد في بعض الكتب المعتمدة يوجد شيء من الأحاديث المكذوبة. نقول نعم، الأحاديث المكذوبة على نوعين. النوع الأول ما لم يتعمد صاحبه الكذب، هذا قد يوجد في مسند أحمد وفي غيره، هو مكذوب وموضوع لكن صاحبه لم يتعمد الكذب. والنوع الثاني ما يتعمد صاحبه الكذب، هذا لا يوجد أبدا في كتب الحديث المعتبرة، أحاديث مكذوبة يتعمد أصحابها ورواتها الكذب. أما الوهم وسوء الحفظ والقوادح التي تكون في الإسنان، هذا موجود، ولكنهم يبينون رحمهم الله، يبينون ذلك بالسند، يذكرون سلسلة السند عن فلان عن فلان عن فلان، وهذه الأسماء كلها تجدها في التراجم، تاريخ الرواة، تجد هذه الأسماء في تاريخ الرواة مكتوب عنها، من جهة العدالة ومن جهة الغفلة ومن جهة الوضع ومن جهة ما تركوا شيئا، بيّنوا هذا. نعم. ولهذا تنازع الحافظ أبو العلاء الهمداني والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي. أبو العلاء الهمداني المقري المشهور، أحد القراء السبعة، كان إماما جليلا في الحديث والقراءة. اختلف هو وابن الجوزي، أبو الفرج ابن الجوزي، فأبو الفرج ابن الجوزي يقول إن المسند مسند أحمد فيه أحاديث موضوعة، وأبو العلاء ينفي هذا، يقول ليس في المسند أحاديث موضوعة، كل له اعتبار. فابن الجوزي يقصد النوع الأول، الموضوع الذي لم يتعمد صاحبه الوضع ولا تبين له أنه موضوع، رواه وما تبين له أنه موضوع، فهذا يوجد في مسند أحمد كما قال ابن الجوزي، لكن ليس فيه حديث موضوع يتعمد صاحبه الوضع والكذب كما قال أبو العلاء. فكل له وجهة، كل من هذين العالمين له وجهة. إذن فالعلماء قد يرون الحديث الموضوع في مصنفاتهم، لكن الموضوع الذي لا يتعمد صاحبه الوضع وإنما أخطأ فيه خطأ غير مقصود. نعم. ولهذا تنازع الحافظ أبو العلاء الهمداني والشيخ أبو الفرج بن الجوزي هل في المسند حديث موضوع، يعني مسند أحمد. نعم. فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون في المسند حديث موضوع، وهو صادق باعتبار. نعم. وأثبت ذلك أبو الفرج، وهو صادق باعتبار، كل واحد له وجهة. نعم. وأثبت ذلك أبو الفرج وبيّن أن فيه أحاديث قد علم أنها باطلة ولا منافاة بين القولين. نعم. فإن الموضوع في اصطلاح أبي الفرج هو الذي قام دليل على أنه باطل، وإن كان المحدث به لم يتعمد الكذب بل غلط فيه. نعم، هذا موجود. نعم. والإمام أحمد يذكر السند، الإمام أحمد يذكر السند برجاله، وهؤلاء الرجال الذين في السند قد درست أحوالهم ودونت في كتب الرجال، كتب التاريخ، تاريخ الرواة. نعم.
ولهذا روى في كتابه في الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع. روى ابن الجوزي، ذكر ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، الموضوعات اسم كتاب لابن الجوزي مطبوع، ذكر كثير من الأحاديث الموضوعة. نعم. وإن كان قد يلاحظ عليه بعض الأشياء أنه حكم على أحاديث أنها موضوعة وليس كذلك، ويقولون أنه يتشدد رحمه الله في الحكم على الحديث، تشدد في الحكم على الحديث، كما أن الحاكم رحمه الله يتساهل. فابن الجوزي معروف بالتشدد في الحكم على الحديث، والحاكم يتساهل في الحكم على الحديث. نعم. ولهذا روى في كتابه في الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع، وقد نازعه طائفة من العلماء في كثير مما ذكره. أي نعم، يعني لم يسلم له أن كل ما ذكره في الموضوعات أنه موضوع، قد يكون حسناً وقد يكون حسناً لغيره، قد لم يسلم له هذا، لكنه رحمه الله يتشدد في الحكم على الحديث. نعم. وقد نازعه طائفة من العلماء في كثير مما ذكره، وقالوا إنه ليس مما يقوم دليل على أنه باطل، بل بيّنوا ثبوت بعض ذلك، بعض الأحاديث التي حكم عليها أنها موضوعة. نعم. لكن الغالب على ما ذكره في الموضوعات أنه باطل باتفاق العلماء. لكن الغالب في كتابه الموضوعات أن ما ذكره أنه باطل، هذا هو الغالب، لكن في بعض الأحاديث قد لا يسلم له فيها. نعم. وأما الحافظ أبو العلاء وأمثاله فإنما يريدون بالموضوع المختلق المصنوع الذي تعمد صاحبه الكذب، والكذب كان قليلا في السلف. الكذب المتعمد قليل في السلف، بورعهم عن الكذب وبعدهم عنه، لكنه كثير في المتأخرين. نعم. والكذب كان قليلا في السلف، أما الصحابة فلم يعرف فيهم، ولله الحمد من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. حاشاهم وكلا، صحابة رسول الله كلهم عدول رضي الله عنهم، وليس فيهم كذاب. نعم. كما لم يعرف فيهم من كان من أهل البدع المعروفة، كما أنهم ليس فيهم مبتدع، كلهم يتبعون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضائلهم أنهم كانوا يتبعون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتجنبون البدع، فليس فيهم كذاب ولا مبتدع، والحمد لله. نعم. كما لم يعرف فيهم من كان من أهل البدع المعروفة كبدع الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة. وإن كانت ظهرت في وقتهم هذه المذاهب، لكنهم يحذرون منها ويحذرون منها وينكرونها. نعم. فلم يعرف فيهم أحد من هؤلاء الفرق. نعم. ولا كان فيهم، ما في الخوارج أحد من الصحابة، ما معهم أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنهم قاتلوهم وكذبوهم، ولا في الصحابة أحد من الجهمية والقدرية. نعم. بل أنكروا عليهم. نعم. ولا كان فيهم من قال إنه أتاه الخضر، ولا فيهم من كذب هذه الخرافة وقال إن الخضر يعني خضر موسى، العبد الذي ذهب إليه موسى ليتعلم منه، فيه خرافيون يقولون إنه يجيهم وإن الخضر ما مات وإنه يجيهم. الشيخ يقول لا، الخضر مات، ولا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، والخضر وغيره، فهو مات. وإنما الخضر اللي يجيهم ويدعي أنه الخضر هذا شيطان يتمثل، شيطان يتمثل ويقول أنا الخضر،
كما أن الشياطين تأتي القبوريين وتقول لهم أنا الولي الفلاني وأنا بلغت حاجك لله وأنا قضيت. شياطين يعملون هذا الشيء مع بني آدم ليضلوهم ويظنون أنهم ملائكة, يظنون أنهم ملائكة أو أنهم الأولياء انبعثوا من قبورهم وخاطبوا هؤلاء الخرافيين. فالشيطان حريص, الخضر مات والذي يجيهم ويدعي أنه الخضر هذا شيطان يريد أن يضلهم ويلبس عليهم. وبالمناسبة فإن شيخ الإسلام له رسالة في موت الخضر في مجموع الفتاوى, وجعل فيها رسالة أخرى منسوبة له أنه حي, لا منسوبة للشيخ أنه يرى حياة الخضر, ولكن هذه الرسالة لا صحة لها. نعم. ولا كان فيهم من قال إنه أتاه الخضر, فإن خضر موسى مات كما بين هذا في غير هذا الموضع. أي نعم, تجدون هذا في مجموع الفتاوى رسالة فيها إثبات موت الخضر والرد على من يقول إنه حي. نعم. والخضر الذي يأتي كثيرا من الناس إنما هو جني تصور بصورة إنسي أو إنسي كذاب. إما أنه جني يتصور بصورة الإنسي أو أنه إنسي كذاب, يجي واحد ما يعرفه ويقول له أنا الخضر, ثم يغتر هذا الشخص اللي يقول أنا الخضر جاي يلمك وأنا كذا وكذا, فهو يغتر ويظن أنه الخضر, وهو إما من شياطين الإنس أو من شياطين الجن. نعم. والخضر الذي يأتي كثيرا من الناس إنما هو جني تصور بصورة إنسي أو إنسي كذاب, ولا يجوز أن يكون ملكا مع قوله أنا الخضر, فإن الملك لا يكذب. ولا يجوز أن يكون هذا الذي أتاه ملك من الملائكة ويقول أنا الخضر, الملك ما يقول أنا الخضر لأن هذا كذب, الخضر من بني آدم والملك من الملائكة, فلا يمكن الملك أنه يكذب ويقول أنا الخضر, وإنما هذا من الشياطين. نعم. فإن الملك لا يكذب وإنما يكذب الجني والإنسي. نعم. وأنا أعرف ممن أتاه الخضر وكان جنيا مما يطول ذكره في هذا الموضع. الشيخ يقول أنا أعرف أناس اغتروا ويقولون نحن جاءنا الخضر, والخضر لا يمكن أن يكون باقيا الذي هو الخضر المعروف في وقت موسى عليه السلام, وإنما هذا خضر مدعى, خضر مدعى إما من شياطين الجن وإما من شياطين الإنس, فلا يغتر بهذا. نعم. هذه قضية الكلام في الخضر وهو حي, هل هو حي أو ميت. نعم. وكان الصحابة أعلم من أن يروج عليهم هذا التلبيس, أن يأتيهم أحد يقول أنا الخضر ويصدقون هذا الشيء, ليس فيهم من أتاه الخضر أبدا, أدل على أن هذه خرافة باطلة. نعم. وكذلك لم يكن فيهم من حملته الجن إلى مكة, لم يكن في الصحابة من تخدمه الجن تحمله إلى مكة يوم عرفة ويحج مع الناس ويرجعونه إلى بلده, أو من يقول أنا أصلي بالمسجد الحرام ويجي من بعيد وقت الصلاة, ليس في الصحابة من, مع أنهم أفضل القرون, ليس فيهم من حصل له هذا, وإنما هذا حصل للخرافيين الذين يتقربون إلى الجن, يتقربون إلى الجن بما يحبون, فالجن يخدمونهم ويحملونهم في الهواء ويطيرون بهم, أليس هذا كرامة من كرامات الأولياء؟ وإن هذا من الخوارق الشيطانية كما في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, يعتبرون هذه كرامات وهي ليست كرامات وإنما هي خوارق شيطانية, فالشياطين تطير في الهواء,
فإذا تقرب إليهم ابن آدم بما يحبون وكفر بالله خدموه، كما قال جل وعلا: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ثم قال: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فالإنس إذا تقرب للجن وأشرك بالله وكفر بالله خدموه بما يريد، وهذا هو الاستمتاع. فالجن استمتع بالإنس في أنه تقرب إليه وكفر بالله، والإنس استمتع بالجن في أنه خدمه وأحضر له ما يريد. وقد يحضرون لهم أموال وطعام وفواكه ويقولون هذه كرامات، مثل ما حصل لمريم، وهذا كذب، إنما هذا تسرقه الجن من دور الناس أو من بساتينهم ويأتون به لهذا المغرور ويظن أن هذا من الكرامات وهو من أعمال الشياطين. هذه أمور لا يغتر بها، يجب أن تفحص وينظر فيها. نعم. وكذلك لم يكن فيهم من حملته الجن إلى مكة وذهبت به، في حين أنها تحمل هؤلاء الإنس الذين تقربوا للجن بالشرك والذبح لهم والنذر لهم. نعم. وكذلك لم يكن فيهم من حملته الجن إلى مكة، لم يكن في الصحابة مع أنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، لم يكن فيهم من تحمله الشياطين إلى مكة. نعم. وكذلك لم يكن فيهم من حملته الجن إلى مكة وذهبت به إلى عرفات ليقف بها كما فعلت وذهبت به إلى عرفات ليقف بها كما فعلت ذلك بكثير من الجهال والعباد وغيرهم الذين غرتهم الشياطين وخدعتهم، فظنوا أن هذا ولاية وأنه كرامة من الله، وهو في الحقيقة خارق شيطاني وسببه الكفر بالله عز وجل، فتلبس على الناس هذا الأمر. نعم. ولا كان فيهم من تسرق الجن أموال الناس وطعامهم وتأتيه به. نعم، لأن بعضهم يؤتى بطعام ويؤتى بفواكه ويؤتى وهو جالس من مكانه، يقول هذه كرامة، وهي ليست كرامة، إنما هي سرقة تسرقها الجن من دور الناس أو من بساتينهم، ويجيبون له يعلفونه ويقول هذه كرامة وهي خديعة ومكر. نعم. ولا كان فيهم من تسرق الجن أموال الناس وطعامهم وتأتيه به فيظن أن هذا من باب الكرامات. نعم. كما قد بسط الكلام على ذلك في مواضع. نعم، مثل الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم. وأما التابعون، هذا في الصحابة، كل هذا لم يكن عند الصحابة، لا من أن أحد جاءهم وقال لنا الخبر، لأنه ما يقدر الشيطان يجي للصحابة يحرقه نور الإيمان ونور الصدق مع الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن الشيطان يقرب من الصحابة. وأيضا لم يكن فيهم من تخدمه الجن تحضر له الطعام، مع أنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، ولم يكن فيهم من شارك الفرق الضالة كالخوارج والشيعة وغيرهم والقدرية، لم يكن من الصحابة من اعتنق هذه الأفكار الخبيثة، وإنما هذه في من ضل عن سواء السبيل. نعم، هذا في الصحابة. انتقل إلى التابعين الذين هم تلاميذ الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم، يعني التابعين، ثم الذين يلونهم يعني أتباع
التابعين، هذه خير القرون. نعم. وأما التابعون فلم يعرف تعمد. تعريف التابعي هو من لقي الصحابي، التابعي هو من لقي الصحابي، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. نعم. وأما التابعون فلم يعرف تعمد الكذب في التابعين من أهل مكة والمدينة والشام والبصرة. نعم، التابعين بالمعنى الصحيح ليس فيهم من يتعمد الكذب، لأن الله طهرهم من ذلك، ولأنهم تلاميذ الصحابة، وأثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم. نعم. بخلاف الشيعة فإن الكذب معروف فيهم. بخلاف الشيعة الذين تشيعوا لأهل البيت، فهم عرفوا ما معهم أدلة، ما معهم أدلة على مذهبهم، فصاروا يتعمدون الكذب، يتعمدون الكذب، لأن ما معهم أدلة يعتمدون عليها، ما بقي إلا الكذب، فلذلك الكذب عند الشيعة لا يحصى. نعم. بخلاف الشيعة فإن الكذب معروف فيهم، وقد عرف الكذب بعد هؤلاء في طوائف. ثم انتشر الكذب بعد الشيعة، وبعد انتشر في طوائف حتى عند بعض المنتسبين إلى السنة، تساهلوا في هذا الأمر. نعم. وأما الغلط فلا يسلم منه. أما الغلط الذي لا يتعمد، هذا قصد الشيخ، أما الغلط الذي لا يتعمد هذا قد يحصل للصحابة، يحصل للتابعين، يحصل، ما أحد معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يتعمدون الخطأ والغلط، وإلا الإنسان معرض للغلط وللخطأ، وقد يروي حديثا موضوعا يظن أنه صحيح، ما تعمد هذا. نعم. وأما الغلط فلا يسلم منه أكثر الناس. نعم. بل في الصحابة من قد يغلط أحيانا. أغلط. بل في الصحابة من قد يغلط أحيانا، وفي من بعدهم. وفي من بعدهم من باب أولى، يقع الغلط والخطأ، هذا يقع، إنما الذي لا يقع في القرون المفضلة الكذب. نعم. ولهذا كان فيما صنف في الصحيح أحاديث يعلم أنها غلط، وإن نعم. نعم. ولهذا كان فيما صنف في الصحيح، يعني في الأحاديث الصحاح، يعني الصحاح كثيرة من صحيح البخاري وصحيح مسلم صحيح ابن حبان وصحيح وصحيح ابن خزيمة، الكتب التي يلتزم أصحابها في الصحة تسمى صحاح كثيرة، أعلاها وأجلها الصحيحان. نعم. ولهذا كان فيما صنف في الصحيح أحاديث يعلم أنها غلط، وإن كان جمهور متون الصحيحين مما يعلم أنه حق. نعم، فهذا خطأ وغلط يقع من البشر، يقع من البشر، قد يقع من الحفاظ واللي يتحرون الصحيح ويدونون الصحيح، قد يقع منهم خطأ في ذلك، لكنهم لم يتعمدوا، والحمد لله، يعني كتب الرجال وكتب الجرح والتعديل وكتب متوفرة يرجع إليها ويعرف ما حصل من الخطأ أو من الغلط. نعم. فالحافظ أبو العلاء يعلم أنها غلط، والإمام أحمد نفسه قد بيّن ذلك، وبيّن أنه رواها لتعرف، رواها لتعرف لا ليحتج بها، رواها لتعرف بسندها رجالها من أجل أن تعرف، فلا يغتر بها إذا كان فيها من لا يحتج به أو من لا يعتمد على روايته. نعم. وبين أنه رواها لتعرف بخلاف ما تعمد صاحبه الكذب، هذا لم يقع في مسند أحمد، ما تعمد صاحبه الكذب لم يقع في مسند أحمد رحمه الله. نعم. ولهذا نزه أحمد مسنده عن أحاديث جماعة يروي عنهم أهل السنن كأبي داود والترمذي، مثل
نسخة كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده. نعم، هذا الراوي يخطئ وما يتعمد الكذب، لكنه يخطئ كثيرا. نعم. وإن كان أبو داود يروي، وهذا لا لم يروي له الإمام أحمد، كثير بن عبد الله لم يروي له الإمام أحمد، وإن كان أصحاب السنن قد يروون له. نعم. وإن كان أبو داود يروي في سننه منها، من أحاديث كثير بن عبد الله. نعم. فشرط أحمد في مسنده أجود من شرط أبي داود في سننه. نعم. والمقصود أن هذه الأحاديث التي تروى في ذلك من جنس أمثالها من الأحاديث الغريبة المنكرة. والمقصود أن هذه الأحاديث التي تروى في ذلك من جنس أمثالها من الأحاديث الغريبة المنكرة، بل الموضوعة، التي يرويها من يجمع في الفضائل والمناقب الغث والسمين. نعم، المصنفات منها ما سبق اللي هي الصحاح والسنن والمسانيد، هذه في الجملة، والكثرة الكاثرة أنه لا يقع فيها أحاديث موضوعة، وقد يقع في بعضها من غير قصد ومن غير تعمد. أما الكتب التي تؤلف في الوعظ والقصص وتؤلف في الفضائل، فهذه يقع فيها كثير من الأحاديث غير الثابتة، أحاديث الموضوعة، لأن قصد أصحابها حث الناس وترغيب الناس، ولا يعتنون بالأسانيد، أو ليس عندهم خبرة أيضا بالأسانيد، همهم أنهم يجمعون ما يؤثر على الناس. ولهذا كان العلماء ينهون عن القصاص، يحذرون من القصاص، لأنهم يقصدون التأثير على الناس ولا ينظرون في ثبوت الحديث الذي يقولونه للناس. المهم أنه يكون مؤثرا. نعم. ففرق بين هذه الكتب، كتب السنة ودواوين السنة، وكتب الوعظ والقصص والفضائل، فضائل الأشخاص أو فضائل البلدان، حتى فضائل السور، بعضهم أدخل في فضائل السور أشياء كثيرة غير ثابتة. نعم. والمقصود أن هذه الأحاديث التي تروى في ذلك من جنس أمثالها من الأحاديث الغريبة المنكرة، بل الموضوعة، التي يرويها من يجمع في الفضائل والمناقب الغث والسمين. الفضائل والمناقب يجمع فيها ما فيه ثناء وفيه ترغيب أو ترهيب دون نظر إلى سنده، يذكر شيء صحيح ويذكر شيء ما هو صحيح، غث وسمين، السمين هو الصحيح والغث هو غير الصحيح. نعم. كما يوجد، فلا يميز هذه الأمور إلا البصير العالم المتخصص في علم الحديث، أما المسكين الذي لا يدري يقرأ في هذه الكتب ويحسبها أنها من صحيح البخاري أو صحيح مسلم. نعم. كما يوجد مثل ذلك فيما يصنف في فضائل الأوقات وفضائل العبادات وفضائل الأنبياء والصحابة. وكما تعلمون الآن كثر اللي بالجوال أو بالنشرات يذكرون أحاديث لا خطام لها ولا زمام ولا أصل، بس بحجة أنها ترغب الناس أو أنها تحذر الناس، هذا ما يصلح ولا يجوز، هذا نشر للكذب، ترويع للناس، لا يجوز هذا العمل وهذه النشرات التي لا أصل لها. ولا أو في الجوالات كثر هذا، لكن بعضهم قد يكون قاصد التضليل والدس على الناس، وبعضهم قد يكون غافلا ويريد نفع الناس بزعمه ولا يدري عن ما هي حقيقة هذه المرويات. فالواجب الحذر من هذا والتحذير منه، الحذر والتحذير من هذه النشرات أو هذه الرسائل في الجوالات، لأنها كثرت. نعم.
كما يوجد مثل ذلك فيما يصنف في فضائل الأوقات وفضائل العبادات وفضائل الأنبياء والصحابة وفضائل البقاع ونحو ذلك، فإن خصوصا أصحاب الفرق اللي يمدحون رؤساهم وقادتهم يضعون أحاديث مكذوبة في مدحه في فضله في كذا في كذا ولا أصل لها، مثل ما تضع الشيعة من فضائل علي وفضائل أهل البيت أشياء لا أصل لها. نعم. فإن هذه الأبواب فيها أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة وأحاديث كذب موضوعة. نعم. ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة. الأحاديث الضعيفة، الأحاديث الضعيفة التي لما يجزم أنها كذب، التي لا يعلم أنها كذب، الأحاديث الضعيفة التي لا يعلم أنها كذب. شوف، الأحاديث الضعيفة على قسمين: أحاديث يعلم أنها كذب فهذه لا يجوز روايتها ولا نشرها ولا العمل بها. القسم الثاني أحاديث ضعيفة لا يعلم أنها كذب، قد تكون ثابتة لكن ولا يعلم أنها كذب، هذه إنما تذكر في الفضائل، في إنما تذكر في الترغيب والترهيب، ولا يبنى عليها حكم شرعي، لا يبنى عليها وجوب شيء أو تحريم شيء. الأحكام الشرعية إنما تبنى على الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة، الحلال والحرام لا يبنى على الأحاديث الضعيفة. أما الوعظ والتذكير فالذي لا يعلم أنه كذب لا بأس بوضعه في كتب الوعظ، لأنه لا يعلم أنه كذب، وفيه قد يكون فيه نفع من تحريك الناس ووعظ الناس. أما ما علم أنه كذب فلا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. نعم. ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي، وهنا يجب التنبيه على أن بعض طلاب العلم الآن اللي ينتسبون للحديث أنهم إذا قيل الحديث ضعيف نفضوا أيديهم منه نهائيا، هذا ما هو صحيح. هو نعم ما يبنى عليه حكم من وجوب أو تحريم، ما يبنى عليه هو ضعيف، لكن إنه يعتضد به من باب الاستئناس والاعتضاد فهذا لا بأس به. وكذلك الأحاديث الضعيفة منها ما له طرق يقوي بعضها بعض حتى يرقى إلى درجة الحسن لغيره، ما هو كل حديث قيل إنه ضعيف خلاص تغسل الأيدي منه، لا، فيها أشياء قد ترتفع إلى درجة الحسن لغيره، ومنها ما هو ضعيف عند بعض العلماء دون بعض في خلافه، ما هو بس ما إلى شفت كلمة ضعيف على طول صادره ولا تعمله، فيجب التنبه. وهذا ما يعرفه إلا أهل العلم وأهل الفن، ما يعرف هذا إلا أهل الفن وأهل العلم، أما الذي لا يعلم ولا درس أصول الحديث الواجب أنه يسكت ويتوقف. نعم. ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة، أن يعتمد في الشريعة يعني في الحلال والحرام والعقائد، لا يجوز أن يعتمد على الأحاديث الضعيفة. نعم. ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة، لكن أحمد بن حنبل، لأن الحديث عند المتأخرين انقسم من وقت الترمذي كما يأتي، انقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. فالشريعة يعتمد فيها على الصحيح والحسن ولا يعتمد فيها على الضعيف، فلا يبنى عليه تحليل ولا تحريم. نعم. لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت، إذا لم يعلم أنه كذب فيروى في باب الترغيب والترهيب والوعظ وما أشبه ذلك،
ما لم يعلم أنه كذب، أما إذا علم أنه كذب فهذا لا يجوز. نعم. جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي. إذا كان الأصل ثابت بدليل صحيح ثم جاء حديث ضعيف يؤكد ما دل عليه الحديث الصحيح فلا مانع من الاستئناس به. نعم. وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا. نعم. ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا، إنه ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف. نعم. لا يحكم بالوجوب أو بالاستحباب أو بالتحريم أو بالكراهة إلا بحديث صحيح، أما مجرد الترغيب والترهيب فهذا الأمر فيه سهل بشرط أن يكون الأصل ثابت في حديث صحيح الأصل، وهذا الضعيف يوافق الصحيح، هذا الضعيف يوافق الصحيح، أما إذا خالف الضعيف الصحيح فلا يحتج به ولا يعمل به، يعمل بالصحيح. نعم. ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. هذه القاعدة أنه لا يجوز أن يبنى الحكم الشرعي من تحليل أو تحريم أو اعتقاد على حديث ضعيف، أما أنه يعمل به أو يذكر في الوعظ والتذكير والفضائل فضائل الأعمال هذا أمر واسع ما لم يعلم أنه موضوع. نعم. وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شيء إلا بدليل شرعي، لكن إذا علم تحريمه وروي حديث في وعيد الفاعل له ولم يعلم أنه كذب جاز أن يرويه. إذا علم تحريمه بدليل صحيح ثم وجد حديث يحذر من هذا الشيء الذي هو حرام بحديث صحيح هذا يزيد زيادة التأكد لا بأس. نعم. فيجوز أن يروي في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب، لكن فيما علم أن ولذلك الله تجدون في كتب الترغيب والترهيب كالترغيب والترهيب للمنذري وتجدون في رياض الصالحين وتجدون أحاديث لا يعلم أنها كذب لكنها ما هي بصحيح ما تأخذ درجة الصحيح ولا درجة الحسن، فهذه ذكرت إنما هي ما هم من أجل بناء حكم شرعي عليها وإنما من أجل تأكيد النهي عن شيء أو تأكيد الأمر بشيء إذا كان هناك أصل صحيح فتكون هذه تندرج تحته ولا بأس بذلك. نعم. فيجوز أن يروي في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب، لكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه. نعم. بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله. نعم. أن الله رغب فيه أو رهب منه، فإذا جاء حديث ضعيف يوافق الحديث الصحيح في مدلوله فلا بأس بالاستئناس به. نعم. وهذا كالإسرائيليات. الإسرائيليات، النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فما جاء عن الإسرائيليات نحن لا ندري عنه هل هو صحيح ولا ما هو صحيح، لكن لا نعلم أنه كذب فهذا مثل الحديث الضعيف عندنا، إذا كان عندنا دليلا من شرعنا في المسألة وجاء إسرائيلي يؤكدها فلا مانع من ذلك لا مانع من ذكرها. نعم. وهذا كالإسرائيليات يجوز أن يروى منها. إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، فقد تكذب بشيء صحيح وقد تصحح شيئا غير صحيح فأنت تتوقف في هذا. نعم. وهذا كالإسرائيليات يجوز أن يروى منها
ما لم يعلم أنه كذب للترغيب والترهيب. ولذلك تجدون في كتب التفسير شيء من الإسرائيليات من هذا الباب، ما هي للاعتماد عليها وإنما للاستئناس بها، لأنها تندرج تحت دليل صحيح في الباب في تفسير الآية، فإذا كانت تندرج تحت دليل صحيح فلا مانع من ذكرها. ولهذا تجدون في تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير شيء من الإسرائيليات، بعض الجهال يحذر من الإسرائيليات على طول. الرسول قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، إذا حذر منها معناه أنه كذبهم وجزم بكذبهم، هذا لا يجوز. نعم. وهذا كالإسرائيليات، يجوز أن يروى منها ما لم يعلم أنه كذب للترغيب والترهيب فيما علم أن الله أمر به في شرعنا ونهى عنه في شرعنا. بهذه القاعدة، بما علم أن الله أمر به في شرعنا أو نهى عنه في شرعنا، فإذا كانت الإسرائيلية توافق ما أمر الله به أو نهى عنه فلا مانع من روايتها. نعم. فأما أن يثبت شرعا لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت فهذا لا يقوله عالم، لا يقوله عالم إننا نبني حكما شرعيا على خبر إسرائيلي فنحلل أو نحرم بموجبه، هذا لا يجوز، مثل الحديث الضعيف تماما. نعم. فهذا فلا إفراط ولا تفريط في الحديث الضعيف، ولا إفراط ولا تفريط في الإسرائيليات، الواجب الوسط والاعتدال والمشي على القواعد والضوابط الشرعية فيها. نعم. فهذا لا يقوله عالم، ولا كان أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة، لا يعتمدون على الأحاديث الضعيفة في الحلال والحرام، ولا يعتمدون على الإسرائيليات الحلال والحرام. نعم. ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه، ولكن كان في عرف أحمد ابن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين. الإمام أحمد لا يحتج بالحديث الضعيف في مسألة تحليل أو تحريم، ومن نسب إليه ذلك فقد غلط. إنما في عهد الإمام أحمد ومن قبله كان الحديث عندهم ينقسم إلى قسمين، إما صحيح وإما ضعيف، ما وجد الحسن في ذاك الوقت لأن الحسن مندرج في الصحيح ذاك الوقت. فلما جاء الإمام الترمذي رحمه الله ذكر المراتب الثلاث، ذكر الصحيح والحسن والضعيف، هذا عند المتأخرين. فالإمام أحمد لا يأخذ الحديث الضعيف أبداً، ومن قال إنه يأخذ به في الأحكام فقد غلط عليه، في الأحكام يعني إنه يحلل به ويحرم به لا. نعم. ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين، صحيح وضعيف، والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به وإلى ضعيف حسن. ضعيف حسن يعني حسن لغيره، وهذه أمور لا يحسنها إلا العالم المتخصص في علم الحديث. نعم. كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف يمنع التبرع من رأس المال، وإلى ضعف خفيف لا يمنع من ذلك. هذا تمثيل، كما أن المرض في الإنسان المرض الجسمي مرض شديد ومخوف، هذا يحجر على صاحبه من التصرف في ماله لحظ الورثة، ومرض غير مخوف هذا لا يمنع صاحبه من التصرف في ماله، مثل الحديث، الحديث المتروك هذا يمنع ولا يبنى عليه شيء، الحديث غير المتروك وهو الذي لا يعلم أنه كذب هذا يستفاد منه، يستفاد منه في مواضعه لا في الحلال والحرام. نعم. وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف، هو أبو عيسى الترمذي في جامعه. نعم. والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ.
نعم. فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفاً ويحتج به. نعم، الحسن قصده الحسن، ولهذا قصد الإمام أحمد بالحديث الذي يحتج به والذي نسب إليه أنه يحتج بالضعيف ولا يحتج بالقياس، يعني مذكرون عن أحمد أنه يستدل بالحديث الضعيف ولا يستدل بالقياس. قصده بالحديث الضعيف الحسن، حديث الحسن. نعم. فهذا الحديث وهذه فائدة عظيمة، هذه فائدة عظيمة إذا عرفنا القصد من كون الإمام أحمد يقدم الحديث الضعيف على القياس أن مراده بالضعيف الحديث الحسن. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف. السؤال: أليس من أصول الإمام أحمد رحمه الله التي قد درسناها أنه إذا لم يوجد في المسألة دليل إلا حديثا ضعيفا فإنه يستدل به على هذه المسألة؟ الظاهر أنه كاتبنا السؤال قبل يسمع آخر الكلام. سمعت أن مراد أحمد بالحديث الضعيف الحديث الحسن، الحديث الحسن، ما هو بقصده الضعيف الذي هو دون الحسن. بهذا يزول الإشكال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: في قول شيخ الإسلام أيضا: ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف. يقول: ما وجه ما ذكره ابن مفلح رحمه الله أن الحديث إذا كان ضعيفا فإنه يحمل على الاستحباب إذا كان أمرا ويحمل على الكراهة إذا كان نهيا، هل في هذا مخالفة للإجماع؟ هذا رأيه، هذا رأيه رحمه الله، لكن الصواب ما سمعتم أنه ما يبنى عليه حكم شرعي، لا وجوبا ولا استحبابا ولا تحريما ولا كراهة، وإنما يستعمل في الترغيب والترهيب فقط، الثابتين بأصول صحيحة، يندرج تحت الصحيح، لا يحتج به بمفرده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الحديث الضعيف الذي لم يعلم أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا روي في الترغيب والترهيب هل يشترط عند ذكره أن يبين ضعفه حتى لا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ هم شرطوا فيه شروط: أولاً أنه ما يروى بصيغة الجزم، وإنما يقال ورد أو يروى عن النبي بصيغة التمريض، ما تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بل تقول روي عن الرسول، روي أو ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. الأمر الثاني أنه لا يكون في التحليل والتحريم، فلا يبنى عليه حكم شرعي. الأمر الثالث ألا يعلم أنه كذب، هذه شروط شروط ذكر الحديث الضعيف: ألا يجزم بنسبته إلى الرسول، ألا يبنى عليه حكم شرعي من تحليل أو تحريم، ألا يكون مما علم أنه موضوع. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما الضابط في ذكر القصص للناس؟ وهل هناك فرق بين ذكر القصص الحقيقية وغير الحقيقية؟ المراد بالقصص الوعظ، الوعظ، ما هو بالقصص اللي هو السواليف لا، المراد الوعظ بالحوادث، الوعظ الوعظ بالحوادث التي تروى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هناك رسالة عن طريق الجوال عبارة عن قصة لأحد الوعاظ، وهي قصة طويلة تتناقل في الجوال، ويسأل عن صحتها، وهي أن رجلاً أراد السفر والجهاد وكانت زوجته حبلى، فمسح على بطنها وقال: أستودعك الله، ثم ذهب وقدر أن ماتت المرأة وجنينها في بطنها، وكان يرون من قبرها دخاناً، وكانوا يرون عند قبرها دخاناً، فحضروا القبر وأخرجوا الطفل من بطن أمه ووجدوه حياً، وقد التقى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهل هذه القصة صحيحة؟ وإن يتقى مع عمر فيه كله من الخرافة، أنا قلت لكم اتركوا الجوالات هذه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله:
ذكرتم حفظكم الله أن ابن الجوزي رحمه الله يتشدد في الأحاديث، لا يتشدد في الحكم، ما هو في الأحاديث، يتشدد في الحكم على الحديث للوضع، فقد يحكم على حديث أنه موضوع وهو ليس كذلك. يقول الشيخ هذا نادر، وإلا الغالب أنه ما ذكره صحيح. يقول فهل ما ذكره في كتابه بستان الواعظين ورياض السامعين يعتبر الحديث؟ هذه من كتب الوعظ، ما هي من كتب الموضوعات، هذه من كتب الوعظ، قد يذكر فيها أحاديث ضعيفة من باب التأثير فقط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك صيغة معينة للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، صلوا عليه وسلموا تسليما، فتقول صلى الله عليه وسلم كما أمرك الله، أو اللهم صلي وسلم على محمد كما أمرك الله بذلك. وأما في التشهد الأخير، النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه كيف يصلون عليه، فقال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فعلم صلى الله عليه وسلم أصحابه كيف يصلون عليه في التشهد الأخير في الصلاة، أما ما عدا ذلك فيكفي أن تقول صلى الله عليه وسلم، أو اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد، يكون مطابق للآية. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المصلين في صلاة الجمعة في خارج هذه البلاد يصلون ويسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع أثناء الخطبة، فهل هذا الفعل مباح؟ هذا بدعة ومنهي عن رفع الصوت وقت الخطبة، يجب الإنصات، وإذا مر ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم تصلي عليه سرا ولا ترفع صوتك بحيث يسمعك من بجانبك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يطلب الدعاء من غير الصالحين كالمقصرين من المسلمين؟ فمثلا عندما أقدم خدمة لهذا الرجل أقول له دعواتك لي، فهل هذا مباح؟ الكلام على الصالحين لأنهم أرجى أن يقبل دعاؤهم، أما غير الصالحين فلا أعلم في ذلك شيئا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، السحر، هل السحر تخييلي فقط أم هو حقيقي كنقل الساحر في الهواء وغير ذلك؟ السحر على قسمين، حقيقي وتخييلي. أما المعتزلة والعقلانيون فيقولون لا، ما في سحر حقيقي، إنما هو تخييلي فقط، وهذا غلط، كلا الأمرين موجود، التخييلي والحقيقي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الرقاة عندما يقرؤون على المريض يدخلون في حوار مطول مع الجن ويسألونه عن محل السحر وأين هو، فهل هذا الفعل جائز؟ والله ما أعلم عنه هذا، لا أدري عنه، ولا أعرف عقائد هالرقاة ولا علمهم، ولا أدري عنه، كثر هذا الشيء ودخله الطمع والدعاية. نعم، فأنا لا أدري عنه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل ما يحصل من خدمة الجن للإنس من معاونته أو مساعدته، هل كل ما يحصل من خدمة الجني للإنس من معاونته ومساعدته هل يؤدي ذلك إلى أن يشك في توحيده وينظر في عمله؟ نعم، الإنس لا يطلب الإعانة من الغائب، لا من الجن ولا من الملائكة ولا من الأموات، وإنما يطلب الإعانة من الحاضر، من الحي الحاضر الذي يقدر على ما يطلبه منه بهذه الشروط، أن يكون حياً، أن يكون حاضراً عنده، أن يقدر على ما تطلبه منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل من خارج المملكة قال لي إن امرأته عابدة. قال لي رجل من خارج المملكة قال لي إن امرأته عابدة وتقول إنها تسمع أذان الحرم وهي خارج المملكة ويخرج من فيها رائحة مسك، فهل هذه تعد كرامة لها؟ الله أعلم، ما أدري،
تسمع ذلك، يعني يمكن بالجوال ولا بالإذاعة حطت شيء خفي وتقول أنا أسمع. التخريف اليوم كثير والكذب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة أخرى تقول بأنها رأت في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورته ووصفه، وأبا بكر رضي الله عنه، غير أنه كان في الرؤيا أطول من رسول الله عليه الصلاة غير أنه كان في الرؤيا أطول من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رؤيا أخرى سمعت هاتفا يهتف لها فظنت أنه ملكا، وعلمها آخر سورة البقرة وقال لها اقرأي على النساء وانفثي عليهن وسينفع الله بك. وتقول فعلا بدأت أقرأ على النساء وتعافى كثير منهن. لا، هذه لا تصدق، هذه يمكن شيطان يغرر بها فتترك هذا الشيء ولا تتماشى معه. اللي يأمرك يقول افعل كذا وسو كذا، هذا لا يكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يأمر وينهى بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لا شك في ضرورة الاعتماد على كتب السلف خاصة في العقيدة، وخاصة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. السؤال: ما رأيكم في اختصار المطول منها وتقريبه للعامة والمبتدئين لشدة الحاجة إليها الآن، ولأن العامة ليس لديهم جهد على المطولات؟ يا أخي، هي مختصرة، هي موجودة في ثلاثة الأصول، كشف الشبهات، وفي كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، هي مختصرة. ومنها أشياء اختصرها نفس الشيخ مثل العقيدة الواسطية، هذه مختصرة، هو الذي اختصرها وكتبها عقيدة مختصرة، فالمختصرات موجودة ولله الحمد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، درسنا في الكلية في تفسير قول الله سبحانه فتبينوا أن الصحابي الذي أرسل للزكاة قد كذب، فما حكم هذا الكلام حيث قال لنا المدرس إن الصحابي قد كذب في هذه المسألة، فهل قوله صحيح؟ لا يجوز له هذا، الله ما قال الصحابي، ما قال فلان ويروح يقول الصحابي ويسميه، لا يجوز هذا، هذا لا يجوز. الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، هذا عام، إن خبر الفاسق لا يقبل إلا بعد التثبت. وش اللي يدعيه يسمي الصحابي؟ هذا يفتح باب شر، وهو أيضا ما عنده ثبات عن هذا الأمر، فلا يجوز له هذا الكلام. بين طلاب وشباب تعلمون يفتح لهم هذا الباب هذا. نعم. فانصحوه وبلغوه الكلام هذا، ولو ما هم من حقه يذكر الصحابة. نعم. الله لم يذكر هذا، وإنما قال إن جاءكم فاسقون، ما قال فلان ولا فلان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام، هذا مر بنا في أول كلام الشيخ. نعم. يقول هل هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام أم؟ نعم، أن خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أم أن الملائكة تبلغ السلام لكل متوفى؟ لم يثبت هذا، إحنا ما نقول إلا بالشيء الذي ورد، وهذا ورد في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التردد على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم منهي عنه لأهل المدينة فقط، أم يشمل المقيمين بالمدينة أياما قليلة ثم يسافرون؟ يشمل أهل المدينة المستقرين فيها والمسافرون المقيمون فيها مدة قليلة أو كثيرة. إذا سلم عليها أول مرة يكفي، سلم عليها أول ما يقدم يكفي ولا يتردد عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما يراد من شخص شيء فيمتنع يقول بوجه فلان، فهل هذا شرك؟ أي نعم، هذا حلف بالمخلوق، بوجه فلان هذا حلف بالمخلوق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى القمرة التي يستخدمها الناس أو التي يستخدمها السحرة لسحر الناس؟ القمرة هي التخيل، يخيلون للناس أشياء على غير حقيقتها، يخيل له أن يضرب نفسه بالسكين ويكذب ما ضرب نفسه، وإنما يلعب بالسكين ويخيل للرأي أنه يضرب نفسه.
تخيل له أنه يجذب السيارة بشعره كذاب، ما يجذبها. أنه تمشي عليه على المسامير هذا كذب، ما تمشي عليه السيارة فوق السيارة وتحتها المسامير، هو بعيد عن السيارة، لكن يخيل للناس بواسطة الشياطين أنه يعمل هذا، أنه يمشي على النار أو يبلع الجمر، هذا كله كذب. إذا كان صادق جيب له جمرة وافتح إثمه وألقى الجمرة فيها، ولا جيب سكين واطعنه فيها إذا كان صادق، هذا كله كذب وتدجيل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل مات وهو فقير. نعم. وعليه دين. فهل رجل مات وهو فقير وعليه دين، فهل يجوز أن يقضى دينه من الزكاة علما بأن ذريته ليس لهم شيء؟ والله هذا محل خلاف، والزكاة إنما تعطى للأحياء، تعطى للأحياء. أفتى بعضهم أن تقضى من يقضى منها دين الميت، لكن هذا محل نظر، ولا يفرط الإنسان بزكاته. إذا كان يريد أن يقضي دين الميت يتبرع له، جزاه الله خير، مثل ما تبرع أبو قتادة لقضاء الدين عن الميت الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنه كل شيء على الزكاة ولا هم مطلع شيء إلا الزكاة، هذا من البخل يعني. نعم. لأن الزكاة طالعة غصبا عليه، لماذا لما يتبرع؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تمكنت الحكومة وفقها الله من مجموعة كبيرة من الفرقة الضالة، فهل من كلمة لفضيلتكم حول هذا الموضوع وتنبيه للشباب المغرر بهم من شباب هذه الأمة في هذه المسألة؟ أسأل الله العافية، يعافينا وإياكم من الضلال ومن دعاة السوء ومن الأفكار المنحرفة. لازم العلماء ولازم دراسة في المدارس والمعاهد والكليات، دور العلم، لازم الجمع والجماعات، احذروا من حملة الأفكار السيئة والانفراد في الأمكنة الخفية، احذروا من هذه الأمور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، دخلت المسجد لأداء صلاة المغرب وكان وقتها مطر، فوجدت الجماعة قد صلوا ثم شرعوا في صلاة العشاء، فصليت أنا ومن معي المغرب بجماعة منفردة عن الجماعة الأصلية، فأنكر علينا إمام المسجد هذا الأمر، فهل إنكاره صحيح؟ لا، ما هو صحيح، اللي فعلتموه هو الصواب إن شاء الله. صلون المغرب أولا ثم تصلون ما بقي مع الإمام من صلاة العشاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك شروح معروفة لكتاب البدع لابن وضاح رحمه الله؟ والله ما أعرف شيء، هو واضح ما يحتاج شرح، هو واضح، لكن سمعت شريط فيه شرح، لا نسيت اسم صاحبه، فيه شرح لكتاب ابن وضاح، والذي سمعت منه جيد، يعني شرح جيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه الأيام يصاد فيها الجراد، وطريقة طبخه أنه يوضع في ماء حار وهو حي ثم يطبخ في هذا الماء، فهل تجوز هذه الطريقة أم أن فيها تعذيبا للجراد؟ هذه طريقة المسلمين في الجراد من قديم، تبيت كل جرادة تذبحها لحالها؟ نعم، ممكن، هذه طريقة المسلمين فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم، والتي تقول حرام والصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم أكلوا الجراد، يعني معناه أنه مذبح وكل واحدة لحالها؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قراءة الحائض للقرآن؟ نعم. ما حكم قراءة الحائض للقرآن بدون مس المصحف إذا لا خارج. يجوز لها يا أخي، لا يجوز لها تقرأ القرآن وهي حائض، لما تطهر إن شاء الله وتقرأ القرآن، هذا حرص على قراءة القرآن، الله يزيدها حرص، لكن إذا طهرت تقرأ القرآن. نعم. أنت الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.